بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في كذلك سلسلة المراجعة السريعة للبايثون، إنه نبدأ في الباب الثالث الـ Conditional Execution. في الـ Conditional Execution زي ما حكينا، إنه بنرجع نذكر الموضوع إنه أنا عندي في البايثون في عندي ثلاث أنواع من الـ Flow أو من تسلسل التعليمات. في عندي الـ Flow الأول اللي هو Sequential، تسلسلي، فبالتالي إنه الجمل بيتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى ورا بعض. والنوع الثاني conditional، إنه في عندي جمل معينة بتتنفذ حسب شرط معين. وفي عندي النوع الثالث اللي هو repeated، اللي هي بتكون تكرارية، معنى ذلك إنه بتكون ضمن loop معين. فاليوم حنركز أكثر على ال conditional execution. في ال conditional execution بده يكون عندي بهذا الشكل، إنه هاي الجملة مثلا على سبيل المثال إنه بيتم تنفيذها حسب هذا الشرط. طبعا هذا الفلو تشارت معروف، أنا عندي هذا عبارة عن statement، هذا عبارة عن decision، statement، decision، statement، statement، تمام. فبالتالي هذه sequential حتتنفذ في كل الأحوال، هذه conditional حتتنفذ حسب هذا الشرط، وهذه كذلك conditional حتتنفذ حسب هذا الشرط، هذه sequential إنه حتتنفذ في كل الأحوال. فبالتالي هنا إنه ال condition هذا بتكون النتيجة تبعته يا إما yes، فبالتالي بنفذ ال statement هاي، أو no، مش راح أنفذها، حنتقل على بقية التعليمات بهذا الشكل على الجملة اللي وراها. في طبعا الشروط، انا هنا على سبيل المثال انه احنا كانت الاكس انا عندي في البدايه 5، لو كانت الاكس اقل من 10 فبالتالي الشروط انا عندي بتكون بهذا الشكل، العمليات اكبر من اصغر من. عشان هيك انه خلينا نشوف عمليات المقارنه في البايثون او الكومباريزون اوبريتورز. في انا عندي هذه اقل من، هذه اقل من او تساوي، خلي بالك انه انا عندي هنا اور، معنى ذلك إنه هنا أقل من أو تساوي، يعني إنه في حالة كانت تساوي أو أقل القيمة فبالتالي إنه بكون true، الشرط أو المقارنة بتكون true. هنا equal to 2 يساوي، خلي بالك هنا أنا عندي في فرق بين الـ assignment اللي عبارة عن يساوي واحدة، والـ equal هي عبارة عن يساوي يساوي. فبالتالي انه بدنا نفرق انه لما يكون انه هو عبارة عن boolean expression، انه النتيجة yes او no او true او false، وبين انه تكون assignment. لتوضيح هاي الشغلة، انه خلينا نفترض انه انا عندي هنا حكيت x بتساوي 10، فهذا عبارة عن عملية assignment، تخزين الـ value او تعيين القيمة x، تعيين قيمة 10 في المتغير x، فـ x قيمتها 10. لكن لو حكيت زي هيك x equal equal 12، فبالتالي هاي نتيجتها هل، أو هذه عبارة عن إنه هل الـ x بتساوي 12، فبالتالي إنه الجواب بيكون true أو false. false طبعاً، لأنه الـ x قيمتها 10 أو الـ 10 ما بتساوي 12. لكن لو أنا حكيت هنا إنه بيكون، لو حكيت انه اكس بتساوي، هل اكس بتساوي 10، فبكون الناتج طبعا ترو. طيب فهنا نكمل، انه انا عندي اكبر من او تساوي، اكبر من لا تساوي بهذا الشكل. فهاي العمليات، خلينا نبدا نشوف انا عندي decision واحده واحده. انا عندي نبدا في ال one way decision، فبالتالي إنه أنا بيكون في عندي شرط واحد، تمام، والشرط هذا إنه بيكون باتجاه واحد، فبالتالي هنا بعملها بجملة F واحدة بهذا الشكل. فبالتالي هنا أنا عندي القيمة الابتدائية لـ X بتساوي 25، هنا بحكي إذا كانت الـ X أكبر من 10 بدي أنفذ الجملتين في سطر 3 و 4 بهذا الشكل. فبالتالي شيء يعني إنه خلي بالك من هنا من intendation،
اللي موجود انا عندي، معنى ذلك ان انا عندي البلوك تبع الاف، انا عندي جملتين، جمله 3 و4، ممكن يكون اكثر من جمله، ممكن يكون اكثر جمله واحده. الان البلوك انا عندي في البايثون انه بيعتمد على الانتنديشن، انه هاي الجملتين تابعه للاف، انه انا بزيد الانتنديشن تبعها. طبعا على خلاف لغات تانية انه بتعتمد على نظام الاقواس، هنا في البايثون انه بنعتمد على نظام الانتنديشن. فبالتالي اذا كان هذا الكلام صحيح راح ينفذ او يطبع جملة big it is big. هما الجملتين يعني نفس المعنى، بس انه انا قصدت انه انا احط انا عندي multiple statements انه عشان انه ابين موضوع البلوك. كذلك برجع بكرر مرة تانية انه البلوك ممكن يكون جملة واحدة او اكثر من جملة. طبعا هذه الجملة sequential حتتنفذ في كل الاحوال، هذه الجملة sequential كذلك، لانه الكونديشن نفسه او فحص الكونديشن لازم ينفذ في كل الاحوال. فقط جمل سطر 3 و4 هي الكونديشنال، 5 عبارة عن سيكوينشال حتتنفذ في كل الأحوال. فبالتالي هنا الـ X 25، هل الـ 25 أكبر من العشرة؟ ترو، فبالتالي حينفذ 3 و4، فهنا فعلا طبع big it is big والدن تم تنفيذها في كل الأحوال. طبعا هنا لو كان جربنا قيمة تانية، انه على سبيل المثال لو خلينا انه الاكس نفس الكود بالضبط هذا، تمام، لكن لو خلينا انه الاكس بتساوي 2، فبالتالي انه هل الاثنين اكبر من العشرة؟ فولس، فبالتالي جملة 3 وجملة 4 مش راح يتم تنفيذها، فبالتالي انه فقط حيطبع ضن اللي هي سطر 5. الآن في هذا كذلك يعتبر one way decision. أنا عندي أكثر من if statement بس one way decision. المقصود بال one way decision إنه في حالة الترو أعمل لي هذا الكلام، ما ذكرتش إنه في حالة الفولس، تمام. فبالتالي حيجي هنا ممكن إنه أحط هاي الجملة كذلك لتوضيحية، إنه الجملة أي جملة يعني هنا في جملة I am at line 5 على سبيل المثال، تمام. فبالتالي إنه هذه sequential حتتنفذ في كل الأحوال. هذا كذلك يعتبر زي ما ذكرنا، برجع بكرر إنه هو one way decision، ولكن أنا عندي أكثر من جملة if. فبالتالي انه هنا انا بحدد انه في حال كان هذا الشرط ترو ينفذ 3 و4، وهنا في نفس الفكره انه في حال كان هذا الشرط ترو ينفذ 7 و8. ما ذكرت او ما طلبت منه انه ينفذ شغله معينه في حاله الفولس هنا او هنا، فبالتالي هذا يعتبر كذلك one way decision. فبالتالي لو كانت قيمه الاكس 2، هنا حيجي يفحص هل الاثنين اقل من العشره، ف true، فحيطبع small it is small، حيطبع هذه الجملة بطبيعة الحال. وهنا هل الاثنين أكبر من العشرين؟ false، مش راح تتنفذ، فمش راح يطبع big it is big، تمام، وحيطبع هنا الضم. هنا خلينا نشغل، فبالتالي طبع زي ما ذكرنا small it is small اللي هو هذا البلوك 3 و4، لأنه فقط هذا الشرط هو الـ true. وهنا هذا الشرط false، معنى ذلك انه ما تم تنفيذه، فبالتالي انه طبع قبليها الجملة هذه اكيد طبيعة الحال I am at line 5، وهنا الضم طبيعة الحال sequential، يبقى 5 و9 sequential حتتنفذ في كل الأحوال. هذا بخصوص ال one way decision. أما بخصوص ال two way decision، انه أنا ببين له في حالة ال true، هذا الـ one way decision. يبقى هنا في الـ one way decision حكينا انه في حالة الـ yes انه ينفذ جمل معينة، في حالة الـ no ما يعملش ولا اشي. اما في الـ two way decision انه في حالة الـ yes انه يعمل شغلة معينة، وفي حالة الـ no يعمل شغلة تانية، او بمعنى اخر في حالة الـ true ينفذ statement معينة، وفي حالة الـ no ينفذ statement اخرى.
فبالتالي هاي الستيتمنت وهاي الستيتمنت كونديشنال بهذا الشكل، تمام؟ فكيف بسويها؟ بسويها بالالس. فبالتالي عندي البلوك اف والس. الاف اذا كان ترو ينفذ 3 و4، سطر 3 و4، في حال كان فولس راح ينفذ 6 و7. طبعا شو معنات الالس هنا؟ معنات الالس الحاله المغايره لهذا الشرط، معنى ذلك انه في حال كان ترو. هنا على سبيل المثال انا بحكي اكس اكبر من 10، اذا كان ترو حينفذ 3 و4. الان الالس معناها انه ايش الحاله المغايره للاكس اكبر من 10، اللي هي راح تكون في حال كانت الاكس اقل من او تساوي 10. فبالتالي هنا في الالس بيروح عليها في حال فعلا كانت الاكس اقل من او تساوي 10. على سبيل المثال لو كانت الاكس هنا 25، هل ال 25 اكبر من ال 10؟ صحيح، ترو، راح ينفذ 3 و 4، مش راح يروح على الالس، راح يروح مباشره على سطر 8، لانه هذا البلوك في حاله الفولس والشرط هنا تحقق، فبالتالي انه راح يروح مباشره على سطر 8 زي ما هو موضح. انا عندي بالناتج بهذا الشكل big it is big ظن على طول. لكن اذا كان انا عندي قيمه الاكس 7 على سبيل المثال، هنا باجي بفحص هل السبعة اكبر من العشرة؟ فولس، مش راح ينفذ 3 و4، راح يروح مباشره لوين؟ للبلوك تبع الالس، راح ينفذ سطر 7 6 و7 small it is small، وراح يروح مباشره على الضرب. فهنا small it is small راح يروح مباشره على الضرب. فهذا مبدا التو واي ديسيجن. طبعا التو واي ديسيجن او الون واي ممكن يكون نستد، يعني هنا على سبيل المثال انا عندي الاف الاولى بهذا الشكل، وهنا في الاف الاولى جواتها في انا عندي شرط ثاني كذلك، فبالتالي هذا نستد بيكون انه اف جوا اف. فبالتالي هنا زي ما هو موضح بالمثال انه اذا كانت الاكس اكبر من 1 راح ينفذ هذا البلوك كله. طبعا في هذا البلوك انا في عندي كذلك جوا برضه جملة اف، فبالتالي بتكون نستد بهذا الشكل. طيب هذا بخصوص التو واي. طبعا هنا بنركز على موضوع البلوكس. طبعا هذا البلوك كله هو زي موضح هنا في الفلوت شارت، موضح هنا في الكود. يبقى راح نروح على المالتي واي. في المالتي واي ممكن يكون عندي اف else if else بهذا الشكل. راح نوضح هذا الكلام بمثال. في المالتي واي انه انا عندي قيمة الاكس ابتداء 15، هنا بحكي اذا كانت الاكس اكبر من 10 راح ينفذ هذا الشرط. طبعا في الالس بروح بحط شرط اضافي. هذا الكلام ممكن انا اعيد اكتب لكم اياه بطريقة مين اكتبه هنا بهذا الشكل، وهنا راح نعملها else زي ما احنا تعودنا، تمام؟ وهنا جوات الالس بروح بعمل if، وهذه الجملة راح تكون تابعة للاكس، لا هذا الشرط. فبالتالي انه هذه الستركتشر انه انا عندي if وelse، وفي الالس انا عندي if، ممكن انه انا ايش اسوي فيها؟ انه انا اختصارا بروح بعملها الف. طبعا زي الناتشرال لانجوج بالضبط، يعني احنا طبعا وخاصه الشباب بيستخدموا هاي الشغله في التعبيرات، انه انا بروح بستخدم اختصارات عشان يحكي عشان يتسهل عليه. يعني مثلا بده يحكي بي رايت باك حيحكي بريب بهذا الشكل. فبالتالي انه هنا نفس الفكره بالضبط، انه انا بدي طريقة عشان تسهل علي وتختصر علي الكتابة في الكود، فبدل ما نعمل else if نعمل if. طبعا هذه الشغلة برضو مستخدمة في الشات، يعني مثلا بدي احكي جملة كاملة بدي اروح، طبعا في الشات بتم اختصارها دروح، فبالتالي انه نفس الفكرة بالضبط. فبالتالي هنا الالف تماما مثل بروح بهذا الشكل. فبالتالي هنا ممكن اكتب ملاحظة هنا انه
انه نفس الكود بالضبط، بس انه احنا رحنا فرطناها اكثر. فبالتالي هنا انا بروح انه عندي في الاف هاي البلوك تبعها، طبعا في الالس انا بكون ضامن انه بما انه هذه اكبر من او تساوي 10، انا بكون ضامن انه انا اذا جيت المنطقة هذه بتكون اقل من او تساوي 10. بس مع ذلك بدي احط شرط اضافي هنا في الالف، انه اذا كانت انا ضامن انه هي اقل من 10، بس بدي افحص انه تكون كمان اقل من الخمسة، فبدي اطبع انه سمول او سمولر. طبعا هنا الالس راح تكون انه الحالة المغايرة غير هاي وهاي، اللي هي راح تكون between 5 and 10 بهذا الشكل. طبعا هذه الضن حتتم تبعتها بكل الأحوال. هنا نجرب المثال في حال كانت ال x 15، فهل ال 15 أكبر من ال 10؟ طبعا true، فهيطبع big، it is big، وراح يروح مباشرة على line 10 إنه it's done. فبالتالي البلوك تبع الالف الس مش راح ينظر اليه مباشره، لانه هاي الالف، هاي الالف تبعتها تمام، والالس هذه لهاي الاف. فبالتالي انا هذا البلوك انا ما دخلت له اصلا بالكامل، فبالتالي انه هذه كلها تابعه على الالس تبعت الاف الاولانيه. فعشان هيك اذا كان هذا ترو حينفذ 3 و4 وحيروح مباشره على سطر 10، ف big it is big done تمام. طبعا هذا نفس الكود هنا بعد ما احنا فرضناه، خلينا نشغله ونشوف النتيجه. اوكي في الالس هنا طيب اوكي، بس ملاحظة انه الانتنديشن بخصوص الالف والالس انه يكون ترتيبها بنفس هاي، يعني هنا كانت النقطة في الموضوع انه هاي هي نفسها هاي انه the same code، واحنا كنا بدنا نشغل، فبالتالي انه هاي اف الس، فالالس هذه في انا عندي اف وفي الها الس. طبعا الالس هنا دائما بتكون لاخر اف بهذا الشكل، فبالتالي هذا الانتنديشن تبع هذا كله راح يكون تابع للالس. فبالتالي لو كان الكود 15، هل الاكس اكبر من 10؟ هل ال 15 اكبر من 10؟ نعم صحيح، فهيطبع هذا الكلام تمام. وهنا يفترض الدن تكون الانتنديشن تبعها زي هيك. نرجع نشغلها ثاني، فبتكون انه big it is big اللي هو اللاين 3 4 و5 بالاضافه للدن اللي هي اللاين 12، فبالتالي انه ترو خلاص حيروح مباشرة على لاين 12 تمام. في حال كان فولس بندخل في المنطقة هذه تمام، وبنشوف بنفحص هل هي اصغر من 5 ولا اكبر من 10، بس في كل الاحوال احنا متأكدين انه هي اقل من او تساوي 10 تمام. فبالتالي كمان مرة انه احنا في هالمنطقة بنشوف انه هل اكبر من 5 او اصغر من 5، ولكن احنا متأكدين انه هي اقل من او تساوي 10 لانه هذا الشرط false. دخلنا في المنطقة هذه لانه الشرط false. طيب الان نفس الكود بدنا نجربه، جربناه اول في قيمة كانت 15، نجربه الان في قيمة 7. هل السبعة أكبر من العشرة؟ فولس، فبالتالي إنه إحنا بندخل في المنطقة هذه، بس بده يكون في عندي شرط، أنا متأكد إنه هي أقل من أو تساوي 10، لكن بدي أفحص إنه هل هي أقل من الخمسة؟ هل السبعة أقل من الخمسة؟ لا، فولس، فبالتالي بروح هنا للإلس اللي هي راح يطبع لي إنه between 5 and 10 وضم بهذا الشكل، وهي الناتج تبعها بهذا الشكل تمام؟ نجرب مع قيمة ثالثة اللي هي فعلا راح تكون أقل من 5، فإذا كانت الـ x أقل من الـ x بتساوي 3، هل 3 أكبر من 10؟ false، فبالتالي بنروح على المقطع هذا
مقطع الإلس. من الآن بدنا نفحص إنه هل أقل من الخمسة ترو، فبالتالي بنروح على سطر 6 و7 بنفذهم، ومباشرة بنروح على سطر 10 إنه print done بهذا الشكل small it is small done. فهي كل ما يتعلق بالبايثون ديسيجن. كملخص زي ما ذكرنا إنه في البايثون ديسيجن بيكون في أنا عندي one way، معنى ذلك إنه هي عبارة عن if بدون else، تمام؟ وفي عندي ممكن يكون two way decision، كهذا اختصارا ممكن نحكي عنها انه هي عبارة عن if without else اختصارا بعد ما صارت الامور واضحة. وهنا بده يكون انا عندي structure two way decision if else statement، او بمعنى اخر انه if with else معنى هذا الكلام، تمام؟ في المالتي واي بده يكون انا عندي if مع else، وفي نفس الوقت انا في عندي برضو ال else نفسها عبارة عن if انه فيها شرط، يعني فيها decision يعني. فبالتالي هذا multi way decision، يعني ممكن نحكي عنه انه هو عبارة عن if مع if مع else بهذا الشكل. وهذه للتبسيط خلينا نحكي عنها انه خلاص، يعني انه هي واضحة if مع else بهذا الشكل. يبقى كملخص ان حكينا انه one way decision if بدون else، two way decision if else، multi way decision انه if if else، تمام؟